الأمل. مركز الاتحاد للأخبار، وحييكم أنا سهيل الزبيدي في نشرة جديدة من علوم الدار نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده. وبرئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم. السلام عليكم ورحمة الله. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لنشرة علوم الدار مها ياسر أبوظبي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في أخبار العالم. خلال لقاء مع أبو الغيط لافروف يؤكد بأن روسيا والجامعة العربية ستعملان على وقف إراقة الدماء في إسرائيل وغزة. من مجموعة أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في أخبار العالم. في أخبار العالم، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. وإلى جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق التقرير التالي. رفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات العام المقبل. هذه الزيادة. والآن إلى المحطة الرياضية مع الزميلة سلامة المهيري، تفضلي سلامة. شكرا لك دكتور سهيل، وفي الرياضة بعد الفاصل تتابعون. منتخبنا الوطني يدشن في دبي اليوم تحضيراته لمواجهتي الكويت ولبنان وديا. أهلا بكم. أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركتها ب 41 لاعبا ولاعبة، وذلك في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية. والآن إلى أخبار دوري أدنوك للمحترفين الذي تتابعونه على شاشة أبوظبي الرياضية. أوقف النصر سلسلة انتصارات فريق العين. والآن إلى أخبار الدوري الإيطالي المنقول حصريا على شاشة أبوظبي الرياضية. استطاع فيورنتينا أن يفك شراكته بعدد نقاط. كانت هذه جولة من الأخبار الرياضية، ونعود الآن إلى الزميل الدكتور سهيل الزبيدي، تفضل. شكرا لك سلامة على النشرة الرياضية. وختاما مشاهدينا، وضمن مبادرة الأندلس تاريخ وحضارة، أقيم على مسرح قصر الإمارات الحفل الموسيقي ليالي قرطبة، والذي يعد انطلاقة لفعاليات البرنامج الفني المصاحب للمبادرة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.